السلام عليكم أصدقائي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. قبل ما نبدأ الفيديو أصدقائي، صلوا على الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أصدقائي الغاليين، كالعادة لو لسه ما عملتوش لايك للفيديو، ما تنسوش أصدقائي تدعمونا بلايك للفيديو، دعم وتشجيع لينا. وتسلم إيديكم أصدقائي على الدعم اللي انتوا بتقدموه وعلى تعليقاتكم الجميلة اللي بتسعد وبتفرحنا. ربنا يسعد قلوبكم جميعا بإذن الله. لو لسه أصدقائي ما عملتوش اشتراك في القناة أو أول مرة تشاهد فيديوهاتنا على اليوتيوب، ما تنسوش أصدقائي تضغطوا على زر اشتراك في القناة، فعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. والنهاردة أصدقائي بداية كده أحب أقول لكم إن الحمد لله تم تفعيل ميزة الانتساب في القناة. فأنت طبعا كل اللي أنت هتعمله إنك أنت تضغط على زر الانتساب هنا، وبكل بساطة طبعا بتختار هنا عندك الانتساب مكون من 4 مستويات. عندك اول انتساب 15 جنيه، طبعا بالاضافة للمميزات اللي موجودة في الانتساب. عندك المستوى الثاني مكون من 25 جنيه، تقدر برضو تشوف المميزات في الانتساب. وعندك طبعا المستوى الثالث 150 جنيه، وطبعا عندك المميزات الخاصة بمستوى الانتساب. وعندك الانتساب المستوى الرابع اللي هو هيكون داعم وراعي رسمي للقناة، بالاضافة للمميزات الموجودة في المستوى الخاص بالانتساب. طبعا يا اصدقائي بشكركم جدا وبشكرك على الدعم. لو انت هتقدم دعم لي القناة شكرا ليك، ولكن اصدقائي في البداية وفي الاخر شكرا ليكم على كل الدعم وكل تفاعلكم. النهاردة يا اصدقائي بكل اختصار هقدم ليكم اداة او عبارة عن برنامج صغير جدا، تقدر من خلال البرنامج ده انك انت تعمل نسخة احتياطية من كل التعريفات اللي موجودة عندك على الكمبيوتر بتاعك. علشان طبعا الطريقة دي مهمة جدا، ما تقوليش ان انا طبعا من السهل جدا ان انا ابدا احمل التعريفات في كل مره، ولكن ممكن اقولك ان في بعض الاصدقاء الباقه عندهم بتخلص بس في تحميل التعريفات وتحديثها والكلام ده. فبكل اختصار انت ممكن تحتفظ بنسخه من التعريفات اللي موجوده عندك في الكمبيوتر بتاعك وتثبتها في اي وقت، يعني ببساطه في اي وقت تعمل ويندوز تقدر بكل بساطه انك انت ترجع النسخه الاحتياطيه من التعريفات ثبتها بسرعة كبيرة جدا، غير انك انت لسه هتبدأ تحمل التعريفات، النت عندك ضعيف، الباقة عندك خلصت. فدي هتوفر عليك بشكل كبير جدا في تحميل وتحديث التعريفات باستمرار، وده اللي بيخلي الباقة عندك بتخلص بسرعة. بكل بساطة مش عايز اطول عليك، ولكن هو ده البرنامج. هتبدأ تفك عنه الضغط بالشكل ده، extract here. طبعا الايقونة بتاعت البرنامج اللي هي دي، وطبعا في بعض الروابط زي رابط القناة ورابط الموقع وهكذا. احنا اللي يهمنا طبعا الايقونة بتاعت الاداة او البرنامج. كل اللي عليك انك بتيجي عليها كليك يمين بالشكل ده ورون از ادمنستريتور، وبتضغط على يس بالشكل ده تفتح معاك الاداة. طبعا الاداة سهلة جدا، هقول لك الاداة بكل اختصار هتتعامل معها ازاي. هنا بيقول لك في رسالة ابديت، انت ممكن تعمل تحديث للبرنامج بتاعك. انت هنا بتضغط على نو عادي، مش عايزين نحدث الاداة، ولكن يا صديقي لو انت عايز تحدث الاداة عادي مفيش اي مشكلة. طيب اول خيار معانا اللي هو ابديت درايفر، انك انت تقدر تعمل تحديث للتعريفات. يعني هو بيبدأ يتصل عن طريق الانترنت بيشوف لك التعريفات القديمة وتقدر تعمل لها تحميل وتحدثها بكل بساطة. هنا طبعا بيجيب لك الاوبريشن سيستم او النظام بتاعك. هنا مثلا ظهر لي ويندوز 10 64 بت، هيظهر ليك على طول ومباشرة اصدار الويندوز اللي انت شغال عليه، سواء ويندوز 10 سواء ويندوز 11 سواء ويندوز 8 سواء 8.1 على حسب الويندوز اللي انت شغال عليه. وطبعا هنا هيجيب لك كل انواع الانظمة او انظمة التشغيل المتاحة. هنا طبعا جاب لي بعض التعريفات زي الـ AMD وزي الـ Intel، طبعا دي تعريفات قديمة واقدر اعمل ليها داونلود. اضغط هنا على داونلود هيبدأ يحمل لي حزمة التعريفات دي او يعمل ليها تحديث ببساطة. تاني حاجة صديق اللي هو باكب درايفر، يعني انك انت تقدر تاخد نسخة احتياطية من التعريفات اللي موجودة في الوقت الحالي. طب ازاي يا عم محمود؟ بكل بساطة اول ما بتضغط هنا على الباكب او عمل نسخة احتياطية، هنا عندك سيلكت اول تحديد الكل. هنا بكل
اللي عليك انك بتضغط على ستارت باك اب. هتضغط على ستارت باك اب، وهنا مثلا انا عايز النسخه الاحتياطيه دي على الديسكتوب، اختار الديسكتوب بالشكل ده واضغط على اوكي بالشكل ده. لو تلاحظ هنا درايفرز باك اب اللي هو الفولدر ده اللي ظهر ليا، هتلاقي فيه كل التعريفات اللي انت هتبدا تعمل ليها النسخه احتياطيه. هيبدا يخلص طبعا هنا 1% اهو. طبعا يا اصدقائي بعد ما بيخلص من عمل النسخه الاحتياطيه هنا بيقول لك درايفر باك اب فينيش سكسسفولي، يعني تم عمل نسخه احتياطيه بنجاح. كل اللي عليك انك تضغط على اوكي، وهنا صديقي داخل الفولدر ده بتلاقي كل التعريفات اللي تم عمل ليها نسخه احتياطيه. عندك كارت الشاشه الخارجي اللي هو الاي ام دي، وعندك طبعا كارت الشاشه الداخلي، وعندك بعض التعريفات اللي هو التاتش باد، او عندك بعض التعريفات الانترنت، وكل حاجه خاصه تعريفات الصوت. يعني زي شايف دي التعريفات بتاعتك اللي تم عمل ليها نسخة احتياطية. فبكل بساطة دي كل التعريفات. طب لو انا يا عم محمود عايز ارجع التعريفات دي، مثلا انا ثبتت ويندوز جديد وعايز ارجع التعريفات دي او اثبتها مرة تانية او استخدمها مرة تانية، اي نعم انا دلوقتي محتفظ بالتعريفات دي عندي على الجهاز بتاعي، بس ارجعها ازاي؟ كل اللي عليك انك بتيجي على الخيار الثالث اللي هو ريستور درايفر بالشكل ده. اول ما تضغط عليه هنا كل اللي عليك انك بتضغط على نو بالشكل ده. فانا هنا بكل بساطه طبعا ده الديسكتوب اهو، اضغط على الديسكتوب هتلاقي هنا حاجه اسمها درايفر باك اب. هو ده الفولدر ده، هو ده. لو فتحت هنا هتلاقي الاي ام دي والانتل وكل التعريفات. فانت بتبدا تحدد الفولدر ككل، بعد كده بتضغط على اوكي بيبدا ينزل لك كل التعريفات دي او يبدا يعمل لك استعاده للتعريفات دي. ده بكل بساطه. عندك الخيار الرابع هنا لو انت عايز تحذف تعريف، يعني مثلا تحدد التعريفات دي بالشكل ده اهو، تمام. انا مثلا عايز احذف التعريفات دي، ولو اضغط على انستول هنا الغاء تثبيت بيبدا يحذف لي التعريف اللي انا حددت عليه. هنا صديقي طبعا في الاوبشنز، هنا في الاوبشنز بيدي لك خيارات، بيقول لك انت النسخه الاحتياطيه بتاعه التعريفات هل انت عايزها تكون جوه فولدر اللي هو الخيار الاول. هنا بيقول لك باك اب درايفرز تو فولدر، انت عايز النسخه دي جوه فولدر ولا عايز النسخه دي تكون على هيئه ملف مضغوط بذات اي بي بالشكل ده، ولا انت عايز النسخه الاحتياطيه عباره عن ملف تقدر تثبته بصيغه اي اكس اي اللي هو خاص بالبي سي. فانت صديقي تبدا تحدد الخيار اللي انت عايزه. هنا بالاضافه صديقي الخيارات اللي هنا، عايز تعمل استعاده للتعريفات من داخل فولدر، ولا عايز تعمل الاستعاده للتعريفات من ملف مضغوط، ولا انت عايز تعمل الاستعاده للتعريفات من ملف اي اكس اي. الخيار اللي انت هتختاره هنا هتبدا تختاره هنا. يعني على سبيل المثال انت هنا اخترت فولدر، هنا تبدا تختار فولدر. هنا لو انت اخترت ملف زيب او ذات اي بي مضغوط، فانت كل اللي عليك انك بتيجي تختار الخيار ده. لو هنا اخترت الخيار اي اكس اي، فانت هنا بتيجي تختار الاي اكس اي. فاحنا على سبيل المثال خلينا على الوضع الافتراضي اللي هو فولدر، وهنا خلينا على فولدر، بعد كده بتضغط على اوكي. ده بالنسبه للاعدادات. فانت هنا اخر خيار معانا لو انت عايز تشوف تحديثات للبرنامج، فبتضغط عليه وبتضغط على نيكست وبتبدا تحمل التحديثات الخاصه بالبرنامج بالشكل ده. زي ما شايف انك انت تبدا تحدث التعريفات او انك انت تعمل نسخه احتياطيه من التعريفات، وبعد كده تبدا تعمل استعاده للنسخه الاحتياطيه للتعريفات، وهنا تقدر تعمل حذف لبعض التعريفات، تحدد على اي تعريف وتبدا تحذفه. يعني بكل بساطه الاداه تستاهل انك انت تستخدمها، والاداه حجمها صغير جدا 6 ميجا. بكل اختصار اصدقائي ده الفيديو بتاع النهارده، واتمنى اصدقائي ان انا اكون ما قصرتش معاكم في شرح الفيديو. اتمنى اصدقائي ان يكون الفيديو نال اعجابكم. في النهايه اصدقائي ما تبخلوش علينا بعمل لايك للفيديو، اشتركوا في القناه وفعلوا زر التنبيهات، اي استفسارات اكتبوها من خلال التعليقات، وانتظرونا في الفيديوهات القادمه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.